عندنا بشكل يومي تدريب الطلاب صباحا ومساء، بيبدأ من الساعة 8 صباحا بينتهي الساعة 10، وبيبدأ الساعة 5 مساء بينتهي الساعة 7 مساء. عندنا بشكل يومي هذا الروتين، بنستقبل عدد الطلاب بيتراوح ما بين ال 15 طالب لل 20 طالب صباحا ومساء. بنعلمهم كسر حاجز الخوف، كيف يتعاملوا مع الخيل، بنحسسهم انه الخيل لا تفزع من هون ولا انه يفزعوا منها. بعدين نبدا مرحله اللجام، بعدين مرحله تنظيف الخيل، سرج الخيل، هذا الامور هيك حتى نوصلهم لمرحله الركوب. بعد الركوب بنعلمهم وضعيه الركوب الصحيحه، كيف يتعاملوا معها، كيف يمشوا الخيل. متابعين معهم بهذا الامر لحتى يصيروا متمكنين من ركوب الخيل. صار لي تقريبا 6 شهور عم بدرب على ركوب الخيل. اولا علمنا المدرب انه كيف نتعاطف مع الخيل، كيف انه ما نخاف منه، يكون قلبنا قوي، كيف نلجمه، كيف نسرج، كيف ننظف حوافر الخيل وحسه. يعني الحمد لله رب العالمين تعلمنا كل شيء جيد. صار لي الحمد لله 9 أشهر. أول ما أجيت أخاف من الخيل، ما أصير أقرب حولهن، بس الحمد لله المدرب هو علمنا كيف، وهو المعلم علينا، هو قال لنا كيف نجي الخيل، كيف علمنا الطرقات. يعني ألحظ أن نتعلم كثير شغلات نفيد حالنا. يعني آخر أيام ما إحنا دايمين هون النادي، نطلع ونروح نشتغل. يعني الحمد لله ألحظ أن نتعلم أضرب الأبر، أعرف الجم، أعرف السروج، أعرف كل شيء. يعني وأنت؟ أنا أجيت صار لي هون 6 شهور، اجى لهون لاتعلم ركوب الخيل واتعلم كيف الجمها، اسرجها، وطالع عمل مطرحه، وكيف يكون انا ما يكون لدي اي خوف خالص. هلا هون نحن هذا المشروع صار له تقريبا 4 سنوات، نادي مختص بتدريب الاطفال، اطفال الايتام، الحفاظ. بنستقبل بعض الحالات الخاصة، حالات المرضية مثل هي التوحد، طيف التوحد. هلأ نحن الطلاب اللي بنستقبلهم تقريبا الطلاب من عمر 6 سنوات لعمر 16 سنة. العدد الطلاب اللي يعني بيزوروا النادي تقريبا شي 250 طالب كل شهر. في مقابل مادي أم بشكل مادي؟ لا لا لا، هو ما في مقابل مادي، هو هذا نادي خير. يعني هلا الهدف في هذا النادي اول شغله هي تعليم الاطفال على رياضه الفروسيه، هي رياضه الاباء والاجداد. ثاني شغله انه نعطي الاطفال شخصيه القياده، هي سبحان الله الخيول بتعطي الشخصيه القياديه. الحصان هو اجمالا بيحب يكون هو قائد القطيع، وهي الشخصيه يعني بيتواصل هو والفارس تبعه وبيورث الطلاب هي الشخصيه، الشخصيه القياديه. على الأبيض، على الأحمر.